بحيرة معلقة بين جبال الأطلس الشاهقة في الجزائر يصل علوها إلى 1500 متر فوق سطح البحر. تمتاز البحيرة بغطاء نباتي نادر وأصناف حيوانية متنوعة. تعالوا لنتعرف عليها معا. مسطح مائي هائم في المرتفعات على علو 1500 متر يترنح وسط تنوع نباتي نادر بأشجار البلوط الفليني والبلوط الأخضر والإسفندان الريفي والدردار والصنوبر الحلبي. جبال الأطلس البليدي من القمم الشاهقة في شمال إفريقيا والمغرب العربي، منحت تمزجيدة توازنا بيئيا فريدا من نوعه. أحد مظاهره البحيرة المعلقة بين هذه الجبال التي لا تجف مياهها أبدا. تحكي الأساطير أن رجلا حكيما يدعى محمد بوشقور نجح في إقامة الصلح بين القبائل المتقاتلة في سفوح جبال الأطلس خلال القرن الثاني عشر للميلاد، ومن أجل مكافأتهم على الامتثال لاتفاق الصلح أقدم على شق الجبل بفأسه، فنتج عنه سيل جارف تحول إلى بحيرة محصورة بين الجبال. يقول أهالي القرية إنهم يتبركون بمياهها، ولكن الوصول إليها بات مستحيلا لعلوها الشاهق. البحيرة هذه كانت يوليرين يعني اسم تمازيغ، وكانت تمزجيدة، هذه تمزجيدة كان عندها 43 والي، هي أئمة الأولية تاع تمزجيدة. الناس يتعارفوا ويتحبوا ويصطحبوا في تمزجيدة هذه. بحيرة تمزجيدة أصبحت موطن أصناف نادرة من الطيور كالكرك والكروان، تجد بألحانها الشجية لطبيعة صامتة طوي جمالها وسحرها في طي النسيان. رفيق بخوش، MBC.